معلش عشان معانا لقاء عبر زوم مهم جدا الحقيقه، واحد من اساطير كره القدم العالميه والسويسريه، الحقيقه السويسري باسكال تسوبربولر، واحد من اهم اللاعبين في سويسرا. باسكال الحقيقه قبل ما اقول لكم هو التايتل بتاعه ايه دلوقتي، عايز اقول لحضراتكم بس نبذه صغيره عن هذا اللاعب الكبير والاسطوره السويسريه الكبيره. هو كان حارس مرمى صاحب الرقم القياسي الصامد حتى الآن في كأس العالم بالمشاركة مع منتخب سويسرا والوصول لدور ال 16 دون أن تهتز شباكه بأي أهداف في كأس العالم 2006. باسكال أيضا أحد نجوم حراسة المرمى في أوروبا ولعب لأندية باير ليفركوزن الألماني وويست بروم الإنجليزي وفولام الإنجليزي، وله مسيرة كبيرة مع أكبر الأندية السويسرية سواء جراس هوبرز أو بازل أو نيوشاتل، له 51 مباراة دولية مع منتخب سويسرا وشارك في كأس العالم 2006 وبطولة أوروبا 2004 و2008، هو الآن سفير متحف الفيفا. يعني خلينا نبدأ بقى مع باسكال ونرحب بيه طبعا على شاشة قناة النادي الأهلي وأمام الملايين من جمهور النادي الأهلي. كم جزيل الشكر على التقدمة الكبيرة. طيب خلينا نبدأ أسئلتنا. بالحقيقة خبر سعيد تلقيناه بحصول متحف الفيفا عن نسخة من قميص النادي الأهلي وموقعة من رئيس النادي وأسطورة كرة القدم المصرية كابتن محمود الخطيب. بصفتك سفير متحف الفيفا، اشرح لجمهور النادي الأهلي سر احتفاظ متحف الفيفا بقميص النادي الأهلي. طبعا التيشيرت اللي مضي بيبو هو حاجة مهمة جدا وإضافة جديدة كبيرة لمتحفنا. احنا النهاردة ان يكون عندنا تيشيرت الأهلي ومضي كمان بيبو دي حاجة كبيرة. انا بشكركم شكرا جزيلا سواء عن اسمي او عن المتحف، لأن هو أسطورة في الأهلي، أسطورة على مستوى الكرة الأفريقي وعلى المستوى الدولي كذلك، ونحن يسعدنا كثيرا أن يكون التيشيرت معنا وكمان بتوقيع بيبو. طيب حضرتك بتحدثنا أو بتتكلم معنا من الدولة المستضيفة لكأس العالم للأندية بصفتك أحد مسؤولي الفيفا، ممكن تقول لنا انطباعك عن النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي؟ كما تعلم هنا طبعا كل شيء وكل الناس وكل الملاعب تعج بالفرح. قطر بتعمل كل اللي تقدر عليه علشان المسابقة تنجح. أنا بأمل طبعا لكل الفرق بالنجاح وبالأخص للأهلي، لأن الأهلي هنا معانا وتم كنادي أن أثبت لنا تاريخ طويل، ونأمل كذلك أن وهو ممثل للكرة المصرية، الأهلي كممثل للكرة المصرية والأفريقية، نتمنى أنه يتفوق وينتقل من دور إلى دور ويلعب أمام البايرن ميونخ، آيلد هايل، وأور البالميراس، فبالتالي المنافسة اللي أمامه منافسة كبيرة، وأنا أأمل أن إن شاء الله تكون مكسب للأهلي. طيب خبرتك الطويلة الحقيقة ورحلتك الطويلة مع عالم كرة القدم، بتقيم مستوى هذه البطولة ازاي؟ بطولة كأس العالم طبعا للأندية، وإيه الحظوظ بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية؟ بتبقى دايما أكبر لحد فيهم كما بيتقال، يعني كما يردد البعض يعني. نعم طبعا بايرن ميونخ هو من المفضلين، ده طبعا أمر واضح لأن فريقه فريق قوي، ولكن زي ما قلت قبل كده عندنا منافسة قوية جدا المرة دي طبعا، لأن في بالميرا وبالميرا فريق كبير والأهلي موجود والأهلي فريق كبير جدا، وهناك العديد والعديد من محبيه على مستوى العالم لو دي معلومة جديدة، وكذلك الفريق الكوري هوندواي ويوزوان هي من الفرق القوية أيضا
وهنا طبعا كل شيء مفتوح وواضح بشفافية للكل، والكل النهاردة بيفكروا في بايرن ميونخ على أنه هو المرشح الأفضل، ولكني أأمل أن إن شاء الله نرى مباريات تسعدنا جميعا. حضرتك لعبت في الدوري الألماني ولعبت ضد فرق مختلفة ومدارس كروية مختلفة، كيف ترى المنافسة المنتظرة ما بين لبايرن ميونخ سواء بصعود النادي الأهلي، وبالطبع طبعا ده اللي أنا أتمناه كمصري وكإفريقي وكأهلاوي أيضا، أو صعود الدحيل؟ كما تعلم طبعا الأهلي لديه الفرصة الأكبر هنا في هذه المنافسة. طبعا بايرن ميونخ هو الأفضل من حيث الفرص، ولكن الفرص اللي قدام الأهلي كبيرة، وهناك فرق أخرى كبيرة، ولكن الأهلي من الفرق الكبيرة، ولهذا إحنا عندنا المسابقة دي. الموضوع ليس دايما متعلق بالفريق الناجح، بل أن تكون تلعب بقوة، تلعب في الطريقة السليمة في التوقيت السليم، وبالتالي عشان يكون في اهتمام من المشاهدين لمتابعة المباريات. عاملين ايه بقى في جائحة كورونا خلال هذه الأيام؟ هنا في قطر القطريين بيعملوا كل ما هو متاح، من حيث ان يعني موضوع التباعد الاجتماعي، النظافة، بيقوموا بمجهود فعلا غير يعني مستحيل، وانا شايف ان هم بيعملوا كل اللي يقدروا عليه، وان كل شيء تحت السيطرة، وانا بالتالي يسعدني ان انا اكون النهارده في المنافسة دي، واشوف ان الاعدادات اللي الناس بتقوم بيها عشان المنافسة دي تنجح، وان كل فريق برضو عايز اقول لك تقريبا عايش في فقاعة لوحده، في فندق لوحده، الملاعب بيتم تعقيمها، الموضوع هنا بان الناس بتعمل كل اللي بتعمل كل تقدر عليه، وبالتالي انا بقدم لهم افضل التحية علشان النهارده الورلد كاب ينجح بالصورة الجميلة دي. إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا، أسطورة كرة القدم السويسرية وسفير متحف الفيفا باسكال تسوبر بولر، واحد من أهم اللاعبين في عالم كرة القدم، طبعا كان معنا في لقاء هام جدا الحقيقة، أتكلم فيه عن كل ما يخص موضوع تيشيرت النادي الأهلي اللي ماضي عليه كابتن محمود الخطيب ووضعه في متحف الفيفا، حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة جدا.